يقع سد الفرات أو سد الطبقة في محافظة الرقة السورية. خلف السد بحيرة تحتجز كمية كبيرة من المياه تصل إلى 14 مليار متر مكعب. بعض فوائد سد الفرات: توليد الكهرباء، سقاية الأراضي الزراعية، حماية الأراضي من خطر الفيضانات. تتنازع على السد أطراف عدة للسيطرة عليه، وهي تنظيم الدولة وقسد. الأمم المتحدة قالت إن تنظيم الدولة زرع الألغام في محطات ضخ المياه، ولكن ماذا قالت الأطراف المتنازعة؟ تنظيم الدولة قال إن غارات التحالف هي التي أحدثت خللاً في السد. ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية نفت أن تكون غارات التحالف قد استهدفت سد الفرات. الرقة مهددة بالغرق في حال خروج السد عن الخدمة.